السلام عليكم. فريضة الجهاد في سبيل الله فرع من فروع الدين الإسلامي. استخدم القرآن الكريم في آياته اللي تحدثت عن موضوع بذل الجهد والوسع في قتال العدو مفردتين هما الجهاد والقتال، كما في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عرف الفقهاء مصطلح الجهاد بأنه بذل النفس وما يتوقف عليه من المال في محاربة المشركين أو الباغين على وجه مخصوص، أو بذل النفس والمال والوسع في إعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان. وهذا الفرع الديني اللي تم فرضه صار من الأمور اللي تدفع بالإنسان إلى الخير والصلاح بالدنيا والآخرة. المفسرون ذكروا وحسب الآية المباركة أنه هناك نوعين من الجهاد: الأول جهاد العدو، وهو القتال والحرب مع المشركين في ساحات المعارك تحت ظل الإمام المفترض الطاعة أو نائب الخاص. أما الجهاد الثاني فهو جهاد النفس، أي أنه الإنسان يسعى في مجاهدة ومقاومة نفسه وما فيها من غرائز وشهوات كحب الأموال والأولاد وشهوات النساء والذهب والفضة، وهالنوع هو النوع الأقوى من الجهاد. على سبيل المثال، في إحدى المعارك رجع المسلمون من المعركة وكانوا بحالة من التعب والإرهاق وقسم منهم جرحى، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. فقالوا له: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. متى اجتمع هذان الجهادان في موقف واحد؟ في يوم عاشوراء، وما حدث مع الإمام الحسين عليه السلام وأهله وأصحابه هو جمع للجهاد الأكبر والأصغر. لو نتساءل الإمام الحسين عليه السلام ليش خرج من مكة إلى العراق؟ خروجه عليه السلام كان لعدة أسباب، منها الرسائل اللي كتبها أهل الكوفة إليه يدعون من خلالها للقدوم إلى العراق حتى يبايعوه. ومن الأسباب المهمة والجوهرية كانت بعد مرور فترة من الزمن انطوت خلالها مرحلة الشدائد الأولى للدعوة الإسلامية، فحدثت الفتوحات واتسع نطاق الدولة وتم القضاء على أعداء الخارج وتدفقت الغنائم الوفيرة إلى داخل البلاد الإسلامية. أكو جماعات صارت من أصحاب المال وطبقة الأثرياء بعد أن حارب الإسلام هاي الطبقة وقلعها، وللأسف رجعت وتشكلت طبقة جديدة منها في العالم الإسلامي ودخلت عناصر باسم الإسلام وبعناوين إسلامية: ابن الصحابي الفلاني، ابن التابع، وهذا المقرب للنبي، في أعمال غير لائقة وغير مناسبة. والتاريخ وثق وسجل أسماء بعض هؤلاء الشخصيات. وفي زمن الإمام الحسين عليه السلام ظهر فساد السلطة من الداخل وصار يطفو إلى السطح، وظهروا أفراد بالمجتمع ينقلون أمراضهم الأخلاقية المعدية الدنيوية والشهوانية والمهلكة والمنتشرة تدريجيا إلى باقي أفراد المجتمع. في مثل هذه الحالة من صاحب القلب القوي والمبادرة والقيادة والرؤية اللي راح يواجه سلطة يزيد بن معاوية الجائرة والظالمة والغاصبة؟ هذا المبدأ والهدف اجى في كلام الإمام الحسين عليه السلام، حيث قال: إن هؤلاء القوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد في الأرض وأبطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا في أموال الفقراء والمساكين، وأنا أولى من قام بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. أما الجهاد الأصغر فقد ظهر لما قدم الإمام الحسين عليه السلام فلذات أكباد قرابين لله تعالى، وخصوصا لما قدم ابنه وحبيبه علي الأكبر عليه السلام كأول شهيد من أولاده. وما زال الجهاد الأصغر واضح في لوحة الطف. فمثلا زهير بن القين كان تاجر وثري، فتخلى عن أمواله وتجارته والتحق بالإمام الحسين عليه السلام. والحر بن يزيد الرياحي كان قائد للجيش،
فترك منصبه والأموال والوجاهة والتحق بمعسكر الإمام الحسين عليه السلام ليرتقي شهيدا. نعم، لقد نصر الإمام الحسين عليه السلام دين الله سبحانه، وبالمقابل نصر الله تعالى نهضة الإمام الحسين عليه السلام، وانتصر دم الحسين عليه السلام على سيف الظالمين، كما تحقق هدفه في عز الدين الإسلام. واستمرار هذا الدين الحنيف كان بفضل تلك الدماء الزاكيات. وإلى عصرنا هذا نشوف المحبين والموالين للإمام الحسين عليه السلام من الشباب اللي جسدوا أروع صور الجهاد الأصغر، وهو محاربة قوى الضلال والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات، كما نشوف الكثير من الشباب المتمسك بالحسين عليه السلام يمثلون أروع صور الجهاد الأكبر بالابتعاد عن المحرمات والمغريات، وهمهم الوحيد هو خدمة القضية الحسينية الإنسانية.